سي محسن عنده 5 سنين مسافر، كيف روح يلقى ديون الزبلة والخروبة متراكمة عليه، يحب يخلص أما مش عارف شنو باش يعمل. يا أخي تفضل. محمود فني متخرج من مدرسة تكوين فلاحي. الأرض الفلاحية اللي كرهها من عند الدولة تذرت في الجفاف، خلته ما ينجمش يخدم وما ينجمش يخلص الكري اللي عليه ولا ما يرقدش في الليل. يا محمود اصبر، ما طفيش الضوء، الدولة تعفيك من الكرين تاع السنين اللي أرضك تذرت فيهم وتمكنك من تسهيلات في الباقي. مدام سلمة ورثت أرض من عند بوها وقسمتها هي وأخواتها، حبت تستغلها في مشروع. كيف قدمت الملف للسلطات المعنية قالوا لها وينهم أوراق الملكية؟ مدام سلمة ما في بالهاش اللي لازمها تسجل عقد القسمة، هذك علاش تراكموا عليها الخطايا وحايرة اليوم كيفاش باش تسوي الوضعية. يا مدام سلمة هاي جاتك فرصة باش ترتاح من الحمل هذا، وزارة المالية تعفيك من الخطايا، الحمد لله هاي تحل. سي شادي تعدى بظروف صعيبة، عنده مدة ما صرحش وبعثت له القباضة باش يخلص، لكن المبلغ كبر عليه مفعول الخطايا اللي تراكمت. يا سي شادي، وزارة المالية تعطيك فرصة تعفيك من الخطايا وتقسط لك أصل الدين. ستوفا عطار الحومة صار يتفرج في التلفزة ويخمم، المحكمة بعثت له حكم فيه خطية، الخطية ثقلت أما يحب يسوي الوضعي. يا ستوفا يا باهي، وزارة المالية تعفيك من شطار الخطية. اي نعم 50%. يا سي محسن حلك الضوء، ما نسيناكش انت زادة، كان تخلص الزبلة والخروبة متاع 2017-2018-2019 الدولة تعفيك من العوامل اللي قبلها. عزيزي المواطن، انت زادة نجم تستنفع من الامتيازات هذه وأكثر، ما عليك كان تزور موقعنا على الرابط التالي للمزيد من المعلومات.